ورحمة الله. اليوم في إطار يعني استكمال يعني الإجراءات القضائية، مجموعة من الطلبة يعني المتضررين أو المرسبين ظلما وجورا يعني يسيرون في مسار قضائي لتقديم شكاية السيد الوكيل العام الملك لدى محكمة النقض تفعيل المقتضيات المادة 265 قانون المسطرة الجنائية. لذلك اليوم نبرهن على أننا بالفعل نحترم المؤسسات ونحتكم المؤسسات، فقط ما ننتظره أن يعني يأخذ القانون مجراه وأن تأخذ العدالة مجراه. نعم، جديد في القضية أنكم دفعتوا الملف أو دفعتوا الشكاية للنيابة، كان واحد استقبال جيد بالنسبة لرئاسة النيابة العامة. بطبيعة الحال كان استقبال من طرف رئاسة النيابة العامة، اللي حطينا الشكاية ديالنا وتم يعني المراسلة ديالنا على أساس أن الشكاية تم إحالته على المحامي العام الأول لدى محكمة النقض. فقط يعني ما ننتظره الآن هو أن يأخذ القانون مجراه، أن تأخذ العدالة مجراه. ما هي المحطات النظامية المقبلة؟ المحطات النظامية المقبلة هي محطات على مستويين أو على ثلاث مستويات إن صح التعبير. المستوى الأول هو الفضح الإعلامي، نستمر في الفضح الإعلامي ونستمر يعني في إيصال صوتنا بأي طريقة مشروعة، ما دام أن الإعلام العمومي لحد الآن لم يخوننا أي يعني ولو دقيقة للتعريف بقضيتنا، في حين أنه أعطى الوقت الكامل للسيد وزير العدل وله حق في ذلك، لكن هناك تضليل على الرأي ديالنا. لذلك سنواصل إن شاء الله يعني في الخوض في معارك إعلامية ولما لا تقدر يعني تنظيم ندوات إعلامية أيضا على المستوى الوطني والمستوى الدولي. أيضا هناك خطوات على المستوى القضائي والقانوني بسلوك مساطر أخرى ستعرفونها في حينها إن شاء الله، يعني على المستوى القضاء الإداري وعلى المستوى أيضا تقديم شكايات أخرى لرئاسة النيابة العامة في شخص السيد وكيل العام لدى محكمة النقض. وأيضا هناك خطوات على الميدان، لأن سننظم إن شاء الله وقفات، وهناك يعني خيار لا بديل عنه وشر لا بد منه هو إضراب على الطعام الذي سيكون آخر ورقة سنشهرها في وجه الفساد، وسيكون إضراب على الطعام مفتوح يعني لن نحيد عنه إلا بتحقيق المطالب أو الموت. بعض الأحزاب السياسية اختطفت منكم بعد يعني اللي كنشوفوا أنهم كانوا معكم في المسيرة النضالية، شنو بغينا توضيح لهذه الصورة؟ هذه هي الغرابة في القول. وشكرا أستاذ على هذا السؤال، لأننا راسلنا جميع الفرق، رؤساء الفرق البرلمانية، راسلنا جميع المجموعات النيابية، جميع البرلمانية. كاين أحزاب اللي تفاعلوا معنا، يعني جلسنا مع النائب البرلماني عن حزب التحالف الفيدرالي اليسار، وكاين هناك اجتماع مع المجموعة النيابية ديال العدالة والتنمية يوم الاثنين، ومجموعة من الأحزاب السياسية من راسلناهم في الضوء ما بغاوش يجاوبونا، لكنهم مارسوا السياسة ديال الآية ديال الخفية وتحت الطاولة ومشاو كيبداو يستقطبوا في مجموعة من العناصر اللي باعوا راسهم رخاص. لذلك نقول أن أي حزب سياسي بغى يقوم بالدور ديالو الدستوري في المرحلة راه البرلمان عنده، بغى يستقبلنا باش نعرفوا بالقضية ديالنا ويفعلوا لجنة ديال تقصي الحقائق، مرحبا. إلا كان الهدف ديالهم هو الاستقطاب ويعني ملء الدكاكين السياسية ديالهم في هذه المسألة راه تدينهم، راه مثال بلا ما نجبد الحزب يعني بعينه، راه معروف واحد الإنسان اللي منتهي سياسيا ومع ذلك عوض ما يستقبلنا ويفهم منا الأمور، مشى الهم ديالو هو هم حزبي ماشي هم وطني. التضامن الشعبي هو يكشف على ان الفساد الكل يشكو من الفساد على المستوى الوطني. ان القضيه ديالنا اليوم بالفعل هي فئويه تخص مرسبين، لكن في عمقها تخص جميع شرائح المجتمع، لان هاد الابناء راه وراهم عائلات، لان هاد الابناء راه كان من المفروض ان يلجوا الى يعني مجال متعلق بالعداله، يعني كاع الناس ما حاملينش الفساد، كاع الناس ما حاملينش يعني هاد التواطؤ، هاد الزبوني، هاد باك صاحبي. التضامن الشعبي اليوم هو ورقة في يدينا، ورقة ضاغطة يعني تبين بالملموس على صدق القول ديالنا وصدق الحجج ديالنا، لأن كون كنا أهل باطل ما كانش الشعب غيتضامن معنا. كلمة لوالدك. صراحة لا يمكنني أن أوجه كلمة يعني مباشرة للسيد وبي، أقول له بيننا القضاء وبيننا جلالة الملك إن شاء الله. لحد الآن هناك نقابة المحامين بالمغرب، وهي هيئة مستقلة عن جمعية هيئة المحامين بالمغرب، وهناك تضامن فردي لمجموعة من المحامين المستقلين والأحرار الذين أبانوا بالفعل عن رفضهم للسياسات يعني الإقصائية،
وسيعرفون يعني سيشهد الملف ديالنا مؤازره ديال المحامين الكبار على المستوى المغربي. السلام عليكم. اولا بصفتي من لجنه ضمن لجنه الاعلام لتنسيقيه جهه الدار البيضاء الكبرى، جئنا اليوم لكي نضع شكايه لدى السيد وكيل العام لدى محكمة النقد، التي كيف سمعتوا المضمون ديالها الخروقات التي شابت الامتحان، لأن كانت خروقات كثيرة وتجاوزات القانونية كثيرة، من ضمنها شبهة التزوير والتي لم يفعل فيها سيد وزير قانون 0213 الذي ينص على زجر الغش، وأيضا شبهة التزوير كذلك في ضمن القانون الجنائي الذي يعاقب عليه قانون جنائي من 351 356، لم تفعل هذه المساطر. لماذا؟ لم نعرف لماذا. سألتني الأخ أن يعني منذ المظاهرة الأخيرة هل يوجد يعني خبر جديد أو شيء من هذا القبيل؟ لا توجد أي أخبار جديدة، فقط فعلنا هذه المسطرة وجئنا اليوم لكي نقدم هذه المسطرة اليوم، لأننا أبناء القانون ونحن نعرف فقط الطريق القانوني، لهذا اجتزنا الطريق القانوني الذي نعرفه ولا نعرفه غير سواه. الله غادي ندخلوا دابا نقدموه في محكمة النقد. كنتمنى تكون استجابة وكنترجى وكنشدو جلالة الملك باش يدخل في هذه القضية لأنها أصبحت قضية رأي عام. السلام عليكم. عبد الناصر، حاصل على الإجازة في القانون العام وطالب ماستر العلوم السياسية. اليوم نحن مجموعة من المرصبين بامتحان المحاماة بعد مجموعة من الخطوات النضالية الوطنية اللي شفتوها، ولا الخطوات النضالية اللي كانت على مستوى مجموعة من الجهات بخصوص هذه المعركة ديالنا ضد الفساد وضد المحسوبية والخروقات التي شافت امتحان الأهلية لمزاولة المحاماة. فاليوم كنتاخذوا خطوات قانونية وقضائية من أجل أننا أن القضاء ينصفنا، ولنا ثقة كاملة في مؤسسة القضاء وفي الاستقلالية ديالها، وهذا تعبير منا على أننا في دولة مؤسسات وأننا نسلك المساطر كل المساطر الممكنة والشرعية والقانونية من أجل أننا نثبتوا الحق ديالنا في أنه يجب أن نجتاز هذا الامتحان في شفافية تامة، وكي لا تكون هناك خروقات أو أن تتكرر مهزلة أخرى من هذا القبيل. اليوم نحن أودعنا الآن شكايتنا لدى الوكيل العام في انتظار أنه تسلموا وصل الإيداع، ونتمنى إن شاء الله أن ينصفنا القضاء، ولنا ثقة في أنه إن شاء الله ستكون النتائج إيجابية، ونتمنى أننا نحاول أننا نوضع قطيعة مع هذه الممارسات التي تسيء لصورة وسمعة البلاد وكذلك لصورة المؤسسات التي تحكم هذا البلاد، ونسعى إن شاء الله كطلبة ديال القانون وكخريجين ديال القانون أننا نكون واحد الرافعة اللي ممكن أنها تحقق واحد التراكمات على هذا المستوى باش أننا نوصلوا الشفافية وأننا نوصلوا لتكافؤ الفرص، وأنه ما يبقاش داك باك صاحبي ويبقى داك التزوير في اللوائح والنتائج ديال المباريات، ويبقى أنه التدخل ديال المسؤولين النافذين فيها. كذلك نحن ندين تصريحات غير المسؤولة السيد الوزير، فإذا كان هو وزير وكيهضر بصفة شخصية على أنه ابن وعائلته وكذا من حقهم أنهم يكونوا ناجحين، فراه حتى أبناء الشعب من حقهم أنهم يكونوا ناجحين من دون أي تدخل ومن دون أي وساطة، وأنه إذا كان ولده عنده جوج إجازات، ربما إجازة خاصة ما عرفنا كيفاش شادها، في الناس راه دازوا من الجامعة المغربية أبناء الفقراء، يعني عضوا على لحومهم لكي يدرسوا ولكي ينالوا هاد الدبلومات. ثانيا أنه إذا كان ولده عنده جوج إجازات، فراه أبناء الشعب كان اللي عنده جوج ماسترات ودكتوراه وما لاقيش فين يخدم، وكفاءات عالية كتمشي لبرا وكتخدم، ماشي هو اللي جاي من برا وباغي يخدم في المغرب، بلاص أنهم يبقوا والديه يصيفطوا ليه فلوس والعملة الصعبة كتخرج من المغرب، فولاد الشعب راه كيقراو هنا كيمشيو كيخدموا ليهم وكيجوا راجعين بالفلوس اللي كنشوفوا انها ملئات الخزينه ديال الدوله. وشكرا. شكرا على المشاهده. اذا اعجبك الفيديو اضغط على زر الاعجاب، لا تنسى الاشتراك في القناه وتفعيل الجرس، وتابعنا على مواقع التواصل الاجتماعي. مرحبا بكم.